السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين نزيدوا نكملوا على التصريحات الخطيره تاع راوراوا. سي تان غران كريمينال دو فوتبول راوراوا، الحاج السيد الحاج محمد راوراوا الوطني ابن الجزائر الذي رفع العالم الجزائري رياضيا. حاج محمد راوراوا اللي رفد العالم الجزائري يعني رياضيا، شرف الجزائر. وين تشوف انت هذو العلوج، هذو الصعاليكه يعني يتكلموا على رجال، يعني وين كانوا هذا شكل يدير هذا مدين دراهم يهضروا يعايروا في الحاج ويعايروا. هذا ما كانوا يغلطوا، يبغوا يفاصوا التاريخ وين يقول باللي المشرف هذا وين قال لهم باللي الحاج محمد راوراوا ستان غرون كريمينال، وين يعترف ويقول لك بالصوت والصوره، الصوت والصوره مع هذيك صوفيا هذيك ولا معك يسموها هذيك، بعد يقولوا لها صوفيا ما نعرفهاش انا يا مع المهم انا ما نعرفهاش هذه ما سمعش بها انا كاع، ما سمعش بها. تمنيت تجي عندي نعطيها الطعام، والله العظيم تمنيت نجي عندي نوكلها الكوفيتير، والله والله العظيم وجيتي وطيناك الكوفيتير باش تعرفي مليح. سمعوا تشوفوا هذا شو كاين فيديو، شو كاين فيديو راني درت لكم تصريح، بصح هذا تصريح واحد اخر ومن بعد نبين لكم باللي تصريح واحد اخر. راك تشوفوا تسمعوا هادي غير كيما غير كيما في الضربه الاخرانيه كي خرج برناوي يا اخي، خرج صوفيا قتلو بالماضي، قتلو باللي انا قلت لك وكذا ومنا وقلت لي لا ما عندي حتى مشكل. هادي غير كيما في الضربه الاخرانيه كي خرج برناوي يا اخي، خرج صوفيا قتلو بالماضي، قتلو باللي انا قلت لك وكذا ومنا وقلت لي لا ما عندي حتى مشكل مع راوراوا. فهذاك النهار بعثت لها لابدي بعد ساعة كان عندها. سمعتوا معنا فوكال تاع بالماضي قال لها راوراوا سي تان غرون كريمينال، جوز لها فوكال تاع بالماضي قال لها راوراوا سي تان غرون كريمينال دو فوتبول. إذا ما عطيك عفسة بالماضي بعثت لصوفيا، بعثت لها ميساج صوت وصورة يا أخي على بالك، صوت بعثت لها وزيد ما عطيك عفسة بالماضي بعثت لصوفيا، بعثت لها ميساج صوت وصورة يا أخي على بالك، صوت بعثت لها صوت معالة وزيد ما عطيك عفسة بالماضي بعثت لصوفيا، بعثت لها ميساج صوت وصورة يا أخي على بالك، صوت بعثت لها صح ليها اللوتة في نهار ما دارت فيديو وهضرت باسم بالماضي، قلت له يا أخي بالماضي، قلت له أنا يا ما نقدرش نتهم راوراوا لأن أنت سقسيتك قلت لي انا ما عندي حتى مشكل معاه، هضرت باسم بالماضي على بالك بالماضي واش دار، رفد بعثت لها واسمه، بعثت لها لوكال وبعثت لها ميساج مع لابدي بالصوت تاعو جمال بالماضي، قال لها راوراوا سي تان غرون كريمينال دو فوتبول، سي تان غرون كريمينال، قال لها كريمينال تاع بالون، قال لها كريمينال باش ما مزيش تهضر باسمه، يعني هي كانت تصفي يعني بالماضي قال لي انا ما عندي حتى مشكل، بالماضي زعف على هذيك الكلمه لان بالماضي صح، يعني بالماضي قال لي انا ما عندي حتى مشكل، بالماضي زعف على هذيك الكلمه لان بالماضي يعني بالماضي قال لي انا ما شو اسمع بالماضي اش قال له؟ اسمه لان هي كانت تصفي يعني بالماضي قال لي انا ما عندي حتى مشكل، بالماضي زعف على هذيك يعني بالماضي قال لي انا ما عندي حتى مشكل، بالماضي كاين منها بنقول لك جمع بالماضي كاين منها هذه والله بصح كاين منها هذه كاينه منها تاع انت قلت له بلي انا من هذا بصح كاينه منها انبسطوا فيك على بالك زعف عليه. شو سمعوا هذا التصريح اللي درتو لكم ما عطيك عفسه بالماضي بعثت لصوفيا، بعثت لها ميساج صوت وصوره يا اخي على بالك، صوت بعثت لها صوت مع لابدي راح ليها اللوكال، تفعلها صوفيا نهار ما دارت فيديو وهضرت باسم بالماضي، قالت له يا اخي بالماضي،
قالت له انا يا ما نقدرش نتهم راهو، لان انت سقسيتك قلت لي انا ما عندي حتى مشكل معاه، هضرت باسم بالماضي، على بالك بالماضي واش دار؟ رفد، بعثت لها وبعثت لها واسمه، بعثت لها لابدي، راح ليها اللوكال وبعثت لها ميساج مع لابدي بالصوت تاعو جمال بالماضي، قال لها راهو راهو سيتان كرون كريمينال دو فوتبول، سيتان كرون كريمينال، قال لها كريمينال تاع بالون، قال لها كريمينال باش ما مزيش تهضر باسمه، لان يعني هي كانت تصفي يعني بالماضي، قال لي باش ما مزيش تهضر باسمه، لان يعني هي كانت تصفي يعني بالماضي، قال لي انا ما عندي حتى مشكل، بالماضي زعف على هذيك الكلمه، لان بالماضي صح عنده مشكل مع راهو راهو، انت ما تهضريش باسمي وتقولي بالماضي، قال لها راهو راهو سي تان كرون كريمينال، تشوكات، هي كانت تدافع على راهو راهو، وكنا انا والشنوايا ودي وش بيك يا ودي وش بيك، حتى بعدت لها بالماضي جات قالت لنا تشوكيت، قالت لنا جا لي الله بدي اللوتيل وجوز لي ميساج تاع بالماضي، قال لها راهو راهو سي تان كرون كريمينال دو فوتبول. سمعتوا شنو؟ هذا التسجيل الجديد، هذا التسجيل الجديد. هذا التسجيل الجديد. غير كيما في الضربه الاخرانيه كي خرج برناوي يا اخي، خرج صوفيا قالت له بالماضي، قالت له باللي انا قلت لك وكذا ومنا، وقلت لي لا ما عندي حتى مشكل مع راهو راهو، فهذاك النهار بعثت لها لابدي، بعد ساعه كان عندها لابدي. بعد تجوز لها فوكال تاع بالماضي قال لها راهو راهو سي تان كرون كريمينال دو فوتبول. سمعت كيفاش هذا معطاوي يجي يتكلم؟ سمعت وزيد معطيك عفسه، بالماضي بعثت لصوفيا، بعثت لها ميساج صوت وصوره يا اخي، على بالك صوت بعثت لها صوت مع لابدي، راح وزيد معطيك عفسه، بالماضي بعثت لصوفيا، بعثت لها ميساج صوت وصوره يا اخي، على بالك صوت بعثت لها صوت مع لابدي، راح ليها اللوتيل، تفعلها صوفيا، قالت لنا تشوكيت، قالت لنا جا لي الله بدي اللوتيل وجوز لي ميساج تاع بالماضي، قال لها راهو راهو سي تان كرون كريمينال دو فوتبول، كيفاش هذا معطاوي يجي يتكلم باسم راهو باسم بالماضي؟ سلكني شكون هذا؟ شكون ندير عليها فيديو 300 راهو سي تان كرون كريمينال دو فوتبول، بالماضي قال لها راهو راهو سي تان كرون كريمينال دو فوتبول، كيفاش هذا معطاوي يجي يتكلم باسم راهو باسم بالماضي؟ 115 نتاع على طمع با 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 بوركوا كاينه منها هذه؟ ياه كاينه منها؟ علاش بزاف ناس هما يجوا عند شوبي يقول لك تشكل، وعلى بالي راني نشكل، على بالي راني نشكل، راني نشكل، يخرج يقول لك بلي راني نشكل له، يقول لك راني نشكل له. واو لا قاومتو معاك قاومتو معاك سبتوها سهلة قاوم معاك موي ياه قاوم انت تتهم في الحاج إذا ما قالهاش بالماضي انت راك تقول فيها، وإلا قالها بالماضي راهي كارثة كبيرة بالصوت والصورة. أنا ما عندي واحد التسجيلات، هذيك البقرة الحلوب اللي راهي مضيعة مشروع في الصومال، راسلة يعني التسريبات يعني مكالمات راسلتهم عمرتهم وراسلتهم الشينوا، راهم عند شينوا، راهم عند شينوا، أنا ما هنا، راكي هنا عندي. ما تحصيش الضربة كاع وين تجي قناص القناص. لي غادي يدير لي فيديو تاعك مشاكي عارفتهم كاع شكون هو. وابناء الجزائر ابناء الجزائر غادي تسمعيهم، ما تنجميش تسمعيهم منا، من الجزائر، من الماريكان، من الالمان، من فرنسا، ما تنجميش كاع تعرفيهم. التسريبات تاعك المهم غادي تسمعيهم. عطيت عهد لنفسي والله لا سمعتيهم نوريلك بلي شوبير باع البنزديرة، باعلو بثمانين مليون 50 فيديو. لا انا ما قلت عندي 50، انا قلت عندي 150 فيديو، بنزديرة قال عندي 50. الله يسهل عليه مين جابها، والله ما على بالي مين جابها، والله ما على بالي. الله يسهل عليه، بالك هذا اللي عرفاه طاح 50 فيديو، انا عندي 150 فيديو. انتيا عليك مكالمات، انا كي قلت للمشرف كلودي هدر معاها ولا تفاصي كاع الهضره تاعك، مانيش غلط، خرج كاع مع مراتكم، مع مراتك، مكاش مشكل كاع. انا نقول لك
اي قايل لك صديق تاع حالك شينوا اي قايل لك لا هيا دبر راسك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.